الاسباني بينما هشام الشاب يتحدى ويليام شيبور. هذا هو هداف البطولة الوطنية، يتقدم شيبور، يمشي شيبور، جول 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 جول. انه شيبور حفار القبور، الجولياتور يفعل من نقطة الجزاء، يمنح الأفضلية لسيد البطولة الوطنية. هنا بذكاء، هنا بمهارة، هنا بهدوء، هنا برزانة. الكرة في جهة والمشهد في الجهة المقابلة، الهداف هداف، وجيبور يرفع الرصيد. نعم، ل 18 هدف، يتساوى مع فرتوت، يتساوى كذلك مع حسن نظير. جيبور في جميع الأوقات، هذا هو هداف، هذا هو الهداف. نعم، يصنع الفرحة هنا في مدرجات الفريميجا. جيبور حفار القبور، الجولياتور يفعل من ركلة جزاء. 27 دقيقة مشاهدي الكرام، وناجم كان قريب من الهدف، وناجم كان قريب من الهدف الثاني للوداد الرياضي. يدخل هشام المشهد في نهايه المطاف، يبعد الكره في وقت قلت بانه الطريقه اللي يلعب بها الوداد حاليا تنفع في افريقيا، لانه الكبار الاهلي والزمالك والترجي والانديه التونسيه فازت بالالقاب وبالكؤوس هنا بالخبط الكروي وبالتنشيط الدفاعي، بعيدا عن الفرجه وبعيدا عن الامتاع، لان الالقاب اذا اردت الالقاب يجب ان تكون واقعي. جول الجماهير، السعيدي يسجل الهدف الثاني. حمراء وبيضاء، شكون هي؟ هي الوداد عينية. اشرب يا عمود، اشرب وهدي فريقك يسجل الثاني. هذه الركنية حتى بالراس السعيدي، بعيدا عن الرقابة، وجيبها من الشباك. يا المجد، هذا الوداد، هذا سيد الدوري المغربي، هذا الوداد ينادي اللقب التاسع عشر في مسيرته.